القاهرة خليل البرغفي. خليل مرحبا بك ولك الهواء لتطلعنا عن آخر المستجدات واللقاءات التي أجريت خلال لقاء مشايخ وقبائل ليبيا مع الرئيس المصري. نعم، أرحب بك وبكافة السادة المشاهدين، جمعة طيبة على الجميع. أنا الآن متواجد في الفندق الذي يقيم به وفد مشايخ وحكماء القبائل الليبية المشاركين في المنطقة الذي عقد بالمعاصمة المصرية القاهرة. أجرينا العديد من اللقاءات مع مشايخ وحكماء القبائل الليبية، والذين عبروا عن مدى ترحيبهم بالنتائج التي خرج بها هذا الملتقى والتي وصفوها بالمثمرة، مضيفين أن العلاقة التي تربط الشعبين الشعب الليبي والمصري هي علاقة أخوة وجوار ومصاهرة، وهي علاقة تاريخية ووثيقة. أيضا أضافوا أن مصر دائما ما تكون هي الحصن المنيع الذي لا يهدم والصيف الذي لا ينبو، وأن هناك ترابط ومؤازرة وصف واحد لكافة الدول العربية في فترة الأزمات والمحن والتي عبر عليها هذا الملتقى. في ذات السياق عبروا أن هذا الملتقى هو رسالة قوية للعالم بأن القبائل الليبية هي قبائل شريفة ترفض الاستعمار البغيض، وخصوصا الاستعمار التركي الذي وصفوا حقبته بالحقبة السوداء التي جهلتهم وأنهكت بلدانهم وثرواتهم وفرضت عليهم دفع الضرائب ودفع الميري على مدار 400 سنة، مؤكدين على دعمهم اللامحدود للأجسام الشرعية في ليبيا والمتمثلة في القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية والجسم التشريعي والشرعي الوحيد مجلس النواب الليبي المنتخب. نعم. والحكومة الليبية المنبثقة عنه. نعم، وفدنا إلى القاهرة خليل البرغفي، شكرا لك.